مهم جدا ان احنا نوصل لتوصيف واقعي ومتوازن للحالة الحزبية الراهنة، على الأقل انطلاقا من الرغبة في إثراء هذه الساحة وإحداث الحراك المطلوب في الحياة السياسية في مصر بصفة عامة، نظرة أكثر قربا وتفحصا من السلبيات إذا كانت موجودة، واستثمار أيضا بعض الإيجابيات، وكثير من التساؤلات تطرح المساهمة أو الممارسة الحزبية كما ينبغي أن تكون، إلى أي مدى ممكن تكون حاضرة في المشهد المصري حاليا، المعيار الحكم هل هو كمي أو كيفي أو المزيج بين الاثنين، حصر لأعداد الأحزاب تقريبا الأحزاب تتجاوز 110 ما بينها عدد قليل ممثل داخل البرلمان. كثير من المحاور وثيقة الصلة هنحاول نحن نتطرق لها تفصيلا وتحليلا في هذا اللقاء، وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد القباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. وجزيل الشكر ايضا لتشريف الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد. اهلا بك يا فندم والساده المشاهدين. اسمحوا لنا نتعرف على بعض الملامح والنقاط المتعلقه بهذا المشهد الحزبي في مصر في التقرير التالي، ونرجع لحضراتكم للمزيد من المتحدث. قضية ملحة لإصلاح الحياة السياسية في مصر عادت مجددا إلى المشهد، وهي دمج نحو 104 حزب سياسي في عدة كيانات سياسية كبرى تشمل ألوان الطيف السياسي كافة. مجلس النواب يمثل فيه نحو 19 حزبا سياسيا، بينما باقي الأحزاب غير ممثلة، مما يجعل تلك الأحزاب تصبح عبارة عن أوراق فقط دون تأثير يذكر. يقول الخبراء المؤيدون لعملية الدمج أن الكيانات السياسية الكبيرة محددة الأيديولوجيات تحرك الماء الراكد في الحياة السياسية المصرية، وتساعد متخذ القرار على معرفة الآراء كافة في القضايا المطروحة، وتظهر فائدة الأحزاب. عدة أحزاب أطلقت الدعوة إلى الاندماج حتى يتسنى لها العمل بشكل كبير في الشارع المصري، لتكون بمثابة بوصلة لاتجاهات المواطن المصري من خلال كيانات تضم عددا من الأحزاب ذات الاتجاه المتشابه لتكوين كيان سياسي كبير يضع الحفاظ على الوطن والمواطن أولوية للوصول إلى حياة سياسية وحزبية زاخمة ومتعددة الأطياف. كثير من المحاولات سواء من الأحزاب أو مجلس النواب على السواء لإعادة صياغة الحياة السياسية والحزبية في مصر حتى نصل إلى ما يأمل به المواطن المصري للحفاظ على حقوقه ووصول صوته إلى صانع القرار وفقا للمعطيات الوطنية الخالصة وبما يخدم مستقبل البلاد. الحقيقة البعض بيقيس ثراء الحياة الحزبية في مصر بعدد الأحزاب اللي موجودة على الساحة، البعض الآخر بيعول على الأحزاب الفاعلة بحق في الحياة السياسية والمجتمعية في مصر، وربما في فريق بيرى أن على العكس، يعني الزيادة أو يعني الانفلات العددي في الأحزاب إذا صح التوصيف قد يؤثر سلبا على تحقيق وتلبية الطموحات والتطلعات في حياة سياسية في مصر كما ينبغي أن تكون. كثير من التساؤلات هنحاول نحن نوجهها لضيفينا في هذه الوقفة الحوارية للتعرف على واقع الحياة الحزبية في مصر، وكيف يمكن أن يعاد ترتيب أوراقها إذا صح أيضا التوصيف. بوجه التحية من جديد لضيفي، وابتدي مع حضرتك أستاذ محمد، يعني لأي مدى حضرتك بتتفق أن بالفعل الحياة الحزبية حاليا هي في حاجة إلى إعادة توجيه البوصلة أو إعادة ترتيب الأوراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أولا يعني أنا بشكر التلفزيون المصري وقناة النيل الأخبار أن أنتوا بتهتموا بموضوع الحقيقة في منتهى الأهمية، وبيساعد على الاستقرار اللي هو الحالة السياسية والحزبية اللي بتمثل ركن هام من أركان الدولة المصرية. خلينا نتكلم، لو حضرتك حاولنا نوصف، هناك كثير مما يوصفون ما يحدث، لكن عشان يبقى التوصيف صحيح لازم نبقى عارفين الشكل اللي أدى لهذا. احنا عندنا بعد ثورة 52 تم إلغاء الأحزاب المصرية، ما فيش أحزاب وما فيش ممارسة سياسية غير من كان الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب،
في منتصف السبعينات عمل الرئيس سادات المنابر، ثلاث منابر تمثل الاتجاه السياسي الثلاثة، وبعدين بعدها بدأت بعض الأحزاب، لما تحولت المنابر إلى أحزاب نشأت بعض الأحزاب. تننا عايشين في حالة من 76 لغاية 2011 عدد من الأحزاب بتمشي بأوامر ويصلح معها، كان عاد حزب الوفد في يعني بسقف من المعارضة، عشان كل هذه الأحزاب بتاخد تمويل كويس، وكان هناك حزب واحد اللي هو الحزب الوطني، وكانت الناس بتتصارع للحصول على الكارنيه بتاع الحزب الوطني اللي قالوا بلغ 3 مليون عشان يعدي من الكمين ويعرف يخش الاسم، ولكن لم يكن هناك برنامج واضح، لأن الحزب الوطني كان هو حزب الدولة وهو اللي مسيطر على كل المفاصل، وبالتالي لم تكن هناك حياة حزبية بالمعنى المعروف قبل 2011. بعد 2011 حصل رفع الغطاء عن الشعب المصري، أصبح في الريف والحضر يتحدثون عن السياسة، وعندما تحدث الجميع بدأت ومع يعني إقصاء الحزب الوطني من المشهد، ظل حزب الوفد الحزب التاريخي العريق موجود، وظهرت أحزاب كثيرة جديدة. هذه الأحزاب نشأت كلها متشابهة عدا جزء مثل عدد من الأحزاب 11 أو 12 حزب مثلت التيارات الإسلام السياسي، وكانت دي تمثل اليمين في التوجه السياسي، وعدد من الأحزاب حوالي 9 أحزاب اللي هي تمثل اليسار الناصرية أو الاشتراكية. وبقى عندنا أكثر من 85 حزب في منطقة الوسط كل برامجها متشابهة. دخل في هذا الموضوع عدد من الأحزاب، أنشئت رئيس الحزب أنشأ الحزب بغرض الواجهة الاجتماعية أو بروتوكوليا عشان يبقى رئيس حزب ويبقى بيحضر مؤتمرات مع رئيس الجمهورية، ولكن لم تكن في 85 تقريبا 5 أو 6 مع بعض الأحزاب القديمة هي اللي ليها مشاركة حقيقية على الأرض، وهي اللي ليها واقع ملموس. وبالتالي مع كثرة الأحداث اللي تمت، فحصل زهد من الناس لكثرة الأحزاب وتشتتها ما بين البرامج المتشابهة، برامج 85 حزب متشابهة، وبالتالي حصل زهد من الناس. اللهم إلا عدد 5 أو 6 أحزاب اللي ليهم قواعد وليهم ارتكازات شعبية في كل المحافظات، ومنهم حزب حماة الوطن. وعدى ذلك هذه الأحزاب يجب أن يناقش هذا الموضوع بشكل موضوعي، لأن الدستور يمنع إبعاد أو حل أو إغلاق هذه الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان، ولكن وجودها بهذا الشكل يجب أن يكون هناك معايير لاستمرارها. جميل جدا. طبعا أستاذ محمد، أنا حركة تديد بالخلفية التاريخية دي دكتور ياسر، لأن هي مهمة الحقيقة، لأن صعب أن احنا نتكلم في الحاضر وننطلق للمستقبل من غير ما نتكلم عن الماضي على الأقل القريب. كان عامل إزاي سطوة الحزب الواحد وتخطينا هذه المرحلة، لكن جينا دلوقتي لعدد بيرى كثيرون أنه مبالغ فيه لتواجد الأحزاب في مصر، ما بين ما ينظر إليه أنه هو أحزاب مخضرمة كانت موجودة في السابق، أو أحزاب وليدة قد يؤخذ على بعض أو الكثير منها أن هي حديثة العهد بالتجربة السياسية. رأي حضرتك؟ هو بداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين والأستاذ محمد الغباشي وحزبه حزب حماة الوطن، وتحية من حزب الوفد برئاسة السيد المستشار بهادين أبو شقة لكل أعضاء حزب حماة الوطن وحضرتك. عايز أقول الدستور بيقول في المادة 5 أن الحياة السياسية في مصر تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة. أنا برجع للدستور ليه؟ لأن هو الدستور ده هو النبراس المضيء اللي بنقيم عليه أسس الحياة السياسية، هو أبو القوانين. فإذا كان الدستور المصري قال أن الحياة السياسية في مصر تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، يبقى من هنا لابد على الدولة، لابد على الدولة أن تقدم ما يعين هذه الأحزاب على أن تقوم وتمارس الحياة السياسية من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية عصرية حديثة. فأنا أول شيء بقول إن الأمر هنا له شقين، الشق الأول في بعض العتاب على الدولة، والشق الثاني في بعض العتاب على الأحزاب من الداخل. عتابي على الدولة أن الدولة في الفترة الأخيرة قد تجاوزت الأحزاب،
وذهبت إلى الجمعيات والتكتلات زي جمعية من أجل مصر وحب مصر ودعم مصر وتناست الأحزاب. كان نتيجة لذلك أنا عايز أقف مع حضرتك في الجزئية دي وطبعا حضرتك هتكملها. هل الدولة هي اللي تناست ولا هي لقت أن الأحزاب ما بتقومش بمسؤولياتها فبدأت تلجأ إلى هذه أنا كان مصطلحي أن الدولة تجاوزت الأحزاب مش تناست الأحزاب، لأن محدش يقدر يتناسى الأحزاب طالما الدستور نص عليها، لأن العملية الحزبية والسياسية في مصر وفي العالم كله بتقوم على تداول السلمي وتداول الأحزاب للسلطة في سلمية كاملة. لكن التجاوز بيجي من بعض الرؤى داخل الحكومات بأن الأحزاب مهمشة. لما نيجي ندور ليه الأحزاب التجاوز مهمشة، التجاوز ليه يا دكتور؟ ليه هل لقت كيانات أخرى ممكن تكون أدوات يعتد بها بشكل أفضل لعلاج المشاكل والاقتراب بشكل أكبر من المواطن؟ كانت تظن أنها تجد في هذه الجمعيات والتكتلات أنها الملاذ الآمن لها من الأحزاب، لكن عندما أتت تجربة انتخابات الرئاسة الماضية اكتشفت الدولة أنها أخطأت في تجاوزها للأحزاب. وفي أول خطاب للسيد الرئيس السيسي بعد الولاية الثانية أعلن اهتمامه بالأحزاب وطلب تنسيقية ما بين الأحزاب وبين بعضها، وطلب تنسيقية ما بين الأحزاب وما بين الدولة. ويمكن حزب الوفد الحزب الوحيد اللي دعا لهذه التنسيقية في رمضان الماضي، وكان سيادة محمد بيه موجود في هذه الدعوة وجميع الأحزاب المصرية لعمل تنسيقية ما بين الأحزاب وبينها وبعضها. بيبقى في دستور بين الأحزاب يحكم العلاقة، وما بين الدولة وما بين الأحزاب، لأن لابد الدولة أن تدعم الأحزاب وليس دعم مادي. حزب الوفد الحزب الوحيد اللي ما بياخدش دعم مصر في تاريخ او دعم مادي في تاريخ الاحزاب المصريه. الاجتماع ده الى اي مدى حقق اهدافه من وجهه نظر حضرتك؟ الاجتماع ده للتنسيق وايجاد همزات وصل بين الاحزاب المختلفه اللي موجوده على الساحه السياسيه الى اي مدى حقق الاهداف المرجوه؟ هو الاجتماع ده كان تفعيل لدعوه السيد الرئيس، واخد بال حضرتك، لرجوع قيام دور الاحزاب تاني انتصارا للماده 5 من الدستور. تلقف حزب الوفد هذه الدعوة بصفته أقدم الأحزاب المصرية وأقواها قدرة على التحرك وأكثرها مقرات وأكثرها عضويات وأكثرها فاعلية في البرلمان كهيئة برلمانية في البرلمان، وتعتبر أعلى كفاءة ما بين كل الهيئات البرلمانية. تلقف هذه الدعوة ودعا جميع الأحزاب، وحضرت جميع الأحزاب أكثر من اجتماع في رمضان، وطلبنا في هذا الاجتماع لقاء السيد الرئيس بالأحزاب أسوة بلقاء السيد الرئيس مع الشباب، وهو مشكورا لذلك. وبنوجه التحية للسيد الرئيس في منتدى العالمي للشباب اللي هيكون إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم. وبالتالي كل الأحزاب عندها استعداد للعمل، عندها استعداد لتجاوز حتى خلافاتها الداخلية اللي أنا قلت شق منه. في خلافات فعلا داخلية داخل الأحزاب، لأن الأحزاب في بعض الأحزاب بيحصل نوع من التصارع، انشقاقات وانقسامات على السلطة، واخد بال حضرتك. وبالتالي يبقى الحياة السياسية في مصر حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية. لابد على الدولة أن تقوم بدورها في تفعيل دور الأحزاب وحماية الأحزاب وإعطاء الأحزاب هامش من الحرية. كذلك يجب على الأحزاب أن تزوّ الخلافات داخلها، يجب على الأحزاب أن تفعل نشاطها في الشارع، ولا تذهب إلى الشارع فقط بل تذهب إلى أبعد نقطة في الشارع وتمارس الفعاليات الحقيقية. طبعا كل العناصر اللي حضرتك بتتكلم فيها دي يا دكتور لازم تكون حاضرة بقوة لو كنا فعلا عايزين وضع أفضل للحياة الحزبية في مصر. هرجع لحضرتك مرة تانية، بحاول حضرتك يا أستاذ محمد. أنا هي سألت دكتور ياسر سؤال يعني عايزة أخد إجابة أكتر من حضرتك ومنه، ماذا بعد؟ يعني إحنا بنتكلم عن اجتماعات حصلت والجميع مدرك ايه السلبيات اللي موجوده وايه الايجابيات اللي يجب ان ندق عليها بقوه من اجل واقع افضل من اللي احنا عايشينه دلوقتي، لكن ماذا بعد؟ يعني الاجتماعات دي طالما تخرج بتوصيات لا يبنى عليها الوضع كما هو، سواء فيما يتعلق بالاحزاب الحديثه العهد التي لا تجد من يمد يد العون لها حتى تقوم بمهامها على اكمل وجه، او الاحزاب المخضرمه اللي بالتاكيد حزب الوفد منها انها تغير واقع عملها وادائها ليكون مختلف عما كان عليه في السابق، لدرجه ان للاسف البعض ما بحبش اقول التوصيف ده لكن هو كان بيردد كثيرا في ذلك الوقت الاحزاب الكرتونيه. وهرجع لحضرتك عشان اخد برضه تعقيب من حضرتك على هذا التوصيف. اتفضل. شوفي اقول لحضرتك على حاجه، في بعض الناس بتحاول تطلق يعني انا فوجئت ان ناس كثيره بتحاول يعني تختصر المشهد او ترمي هجوم على بعض الاخفاقات اللي بتحصل ان هو يقوم رميه على الاحزاب ويقول الاحزاب كرتونيه.
ولكن إذا بصينا أن الأحزاب طول عمرها لغاية 2011 كانت الأحزاب بتاخد دعم من الدولة وكان إلا حزب الوفد. إلا حزب الوفد كويس، عشان حزب غني. العدد الموجود الآن واللي هو تجاوز 104 أو 106 حزب كويس. خلينا أقول لحضرتك مشهد لطيف حصل في اجتماع حزب الوفد. حوالي 6 أو 7 أحزاب كان لكل حزب تلات رؤساء موجودين، وبالتالي احنا امام طلب للجنة شؤون الاحزاب ان هي يتجمد التلاتة وتوقف الاحزاب دي خالص او تستقر وتفعل الاحزاب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الاحزاب الكتيرة المتشابهة في البرامج وفي الرؤى وفي الاهداف لازم الاحزاب دي كلها تدخل في كيان او اتنين فقط. مش معقولة الدولة هتدعم 106، وحتى إذا كان عندنا الثلاث اتجاهات رئيسية اليمين واليسار والوسط. أنا باجي هنا في منطقة بقول التوصيف زي ما حصل في بعض دول أوروبا، إن حتى الوسط ده يتقسم ثلاثة تاني. يمين الوسط اللي هو هيعتمد فكره الاقتصادي على الرأسمال الرأسمالية أو الاقتصاد الحر، ويسار الوسط اللي هو بيعتمد على النظام الاشتراكي مع الليبرالية أو الوسطية. وبالتالي احنا ممكن نختصر ال 85 حزب اللي في منطقة الوسط نخليهم في ثلاث أحزاب كبار. ولكن هل هناك معايير واضحة لضم هذه الأحزاب؟ هل هناك معايير واضحة؟ هل طبقا لعدد النواب في البرلمان؟ هل طبقا لعدد الأعضاء؟ هل طبقا للممارسة في والتواجد بين الجماهير؟ أقول لحضرتك إذا عامل من العوامل في الانتخابات الرئاسية، الحقيقة حزب حماة الوطن رغم أنه هو الحزب الرابع ولدينا 18 نائب بيعملوا بشكل مشرف ومبهر في الأداء البرلماني، وأشاد بيهم السيد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أكتر من مرة. ولكن إحنا أقول لحضرتك في انتخابات الرئاسة الماضية الحزب عمل في كل المحافظات مؤتمرات. طيب في يوم واحد عشان نسبة ان احنا الاكثر والاقوى على الارض، مثلا في البحيرة عملنا في دمنهور وفي ايتي البارود وفي رشيد في وقت واحد في يوم واحد في وقت واحد وفي يوم واحد، واقل مؤتمر كان فيه من 2000 او 3000 الى 5000. إذا نحن في محافظة واحدة في يوم واحد بنعمل ثلاث مؤتمرات. هو برضو السؤال يا أستاذ محمد، وأنا يعني بنقل الأسئلة اللي ممكن يوجهها المواطنين، هل المؤتمرات هي اللي هتوصل الرسالة دي؟ هل المؤتمرات هي اللي هتبقى تواجد حزبي؟ احنا بنظهر درجة من درجات قصور من التواصل. احنا بنعمل درجة من درجات التواصل، وبنقدر نوصل صوتنا للناس عشان وبنحشدهم عشان نشرح لهم برامجنا، وبنشرح لهم ليه بنختار الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. ولكن دي مرحلة أنا بوضح لحضرتك. أنا فاهم قصدي حضرتك، لكن المرحلة الأهم والأحرى دلوقتي الخدمات الفعلية اللي بتقدم. أنا هقول لسيادتك على حاجة، اسمح لي أرجي تكملة حضرتك لكلامك لبعد الخروج لهذا الفاصل ونرجع مرة تانية لحضرتك. حديث يتواصل مع دكتور ياسر الهضيبي والأستاذ محمد إغباشي. وكان الحديث مع دكتور محمد، تفضل يا فندم. فبقول لحضرتك إن إحنا تمكننا في خلال هذه الفترة من عقد مؤتمرات، ثلاث مؤتمرات في محافظة واحدة في يوم واحد. كرر هذا الأمر في المنوفية، كرر هذا الأمر في البحيرة، كرر هذا الأمر في بني سويف، كرر هذا الأمر في عدة محافظات. كمان كان رئيس الحزب 89 سنة بيقول أنا لو اتشلت مربع الفريق جلال هريدي هكمل عشان نحافظ على تواصلنا مع الناس ونأيد الرئيس وكل الناس معاه. طيب النقطة الثانية اللي بنعملها إن إحنا وصل لدينا لعدد 27 أمانة محافظة، والقاهرة متقسمة لأربع قطاعات في العواصم الرئيسية المحافظات، و195 أمانة مركز ومدينة.
بالامكانيات المحدوده المتوفره لينا وما عندناش رجال اعمال واحنا بننتظر دعم الدوله ليس كمثل حزب الوفد. ايضا بنقوم بعمل برامج تدريبيه ممنهجه ومنتظمه للشباب في بواسطه امانه التدريب والتثقيف لاعدادهم ليكونوا كوادر الانتخابات المحليه. بالتاكيد طبعا دي جهود مشكوره، ولكن دايما بناكد ان مهم ان يكون في تواصل فعلي مع رجل الشارع، والعبره دوما بالكيف وليس بالكم. هكمل مع حضرتك، لكن نتواصل الان عبر الهاتف مع سياده المستشاره تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا سابقا. مساء الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لاساتذتنا ضيوفك. تحية لحضرتك. طبعا دايما بنتكلم ان الاهميه ان تكون الممارسه السياسيه والحزبيه كما ينبغي ان تكون، وفي حديثنا دوما المرجعيه للدستور اللي يعني بالتاكيد بينص على النظام السياسي في مصر ينص على التعدديه الحزبيه. عندما يعني يخالف هذا المسار قليلا يعني او لا يكون مطابقا للمواصفات اللي تتطلع عليها الدوله المصريه في مرحله مهمه جدا من تاريخها، حضرتك بترجعي ده ليه؟ يعني الحقيقه هو طبعا موضوع الاحزاب المصريه يرتبط ارتباط عضوي بالحاله السياسيه العامه في مصر ومدى تفعيل مجموعه من المسارات لاعاده تاسيس حاله سياسيه قويه الاحزاب تكون عنوانها الرئيسي ومقدمتها الرئيسيه. وانا طبعا مع احترامي لكل الاجتهادات اللي يعني سمعتها من الساده الضيوف، الا انه ليه وجهه نظر لها اكثر من نقطه. النقطه الاولى انه احنا عشان يبقى في فعلا تاسيس لجمهوريه ثالثه تستفيد من اخطاء الماضي وتتعلم من اداره الحياه السياسيه الدروس المستفاده مما سبق، لابد ان يكون هناك اراده سياسيه حقيقيه لتعديل المسارات السياسيه القائمه بما يحقق المشاركه الشعبيه الكامله على اساس الفئات الاجتماعيه. لانه احنا بنسمع دايما عن الاحزاب، دايما بسال الحزب ده ممثل لمين من الفئات الاجتماعيه؟ فين حزب العمال المصريين وحزب الفلاحين المصريين وحزب الطبقه الوسطى المصريه؟ هناك سيطره الى حد كبير لفكره هيمنه الراسماليه او يعني من يملكون على كثير من الاحزاب القائمه لانهم بيمولوها. فالمساله محتاجه اعاده نظر في رؤيتنا الشامله في مجتمعنا لكيفيه اداره الحياه السياسيه. النقطه الثانيه انه في دور للدوله يتمثل في التشريع، لانه اي تطوير للحاله السياسيه لابد ان يستند لتعديلات جوهريه على قانون الاحزاب. وفكره وجود الحوافز للاحزاب ليست مستحدثه في مصر ولا هي مجال لانه حزب يقول انا كنت باخد والثاني ما بياخدش. لا، التحفيزات اللي بتتم في حاله تطوير الحاله السياسيه بتكون جزء من مسار بتتبناه الدوله، وبتتبناه الدوله من اجل تفعيل المسارات الضعيفه التي يمكن الا تكون قادره على التقدم للامام. فبيبتدي يبقى فيه حوافز، بتبقى فيها حوافز مرتبطه بتمثيل نسبي في البرلمان او في المجالس المنتخبه لما يبقى عندنا المجالس المحليه، في اطار الاطر المشاركه في اداره الحوار الوطني داخل البرلمان نفسه، ما يسمى بدوائر الاستماع وما يسمى باداره الحوار الوطني. في مسارات. المسار الثالث وهو الأهم هو رغبة النخبة السياسية المصرية الحقيقية في تغيير الصورة الذهنية للأحزاب السياسية في مصر التي اهتزت كثيرا نتيجة الصراعات الداخلية وصراعات الرؤساء ويعني وخلافات الأعضاء، لأنه الأحزاب الحديثة لا تقوم على الفرد ولا تقوم على رئيس الحزب. الأحزاب الحديثة بتقوم على قيادة أفقية، وتبقى هذه القيادة الجماعية كل من فيها بيمثل دور أو بيتقدم لأداء مهمة اختاره له هذه القيادة السياسية. الحقيقة حضرتك بتشددي على نقط مهمة جدا، إرادة الدولة يعني وإرادة الأحزاب نفسها. يعني أنا بس عايزة أقول، في حد يعرف مين رئيس حزب الديمقراطي في أمريكا ولا مين رئيس الحزب الجمهوري؟ مفيش رئيس للحزب، لكن في مسار قيادي جماعي أفقي بيعبر عن نفسه في الاختيارات طبقا للمهمة.
مين اللي هينزل يبقى مرشح للبرلمان، ومين هينزل مرشح للمحليات، مين هيبقى رئيس دولة. ففي ضرورة لأننا نمتلك رؤية متكاملة، وما نحملش الأحزاب وحدها المسؤولية، ولا نحمل القيادة السياسية وحدها المسؤولية، لكن نقول أنه هناك ضرورة لحوار وطني لوضع رؤية شاملة لتطوير الحالة السياسية المصرية وإطلاق مزيد من الحريات السياسية، وتمهيدا لتطوير الأحزاب وفقا لتشريع يضعه البرلمان ليحقق هذه الرؤية. بشكر حضرتك جزيلا. تحية لحضرتك سيادة المستشارة، وكنا نأمل أن يتسنى الوقت، أن كان فيه بقى تواصل مع الضيوف مع حضرتك، لكن بالتأكيد هيكون في فرصة لاحقة. سيادة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، جزيل الشكر. تمام. يعني أخذ بقى تعقيب من حضرتك. اتفضل. هو بالنسبة للي قالته الدكتورة تهاني الجبالي، طبعا هي دستورية وسياسية من التي يشار إليها بالبنان في الحياة السياسية والدستورية المصرية. هي قالت في جزئيات أنا تناولتها في أول كلامي، قالت الدعم للأحزاب، هي بتقول لك يبقى دعم للأحزاب وفقا لمسار كامل. أنا معها جدا، لأن في ألمانيا مثلا في دعم للأحزاب، بس دعم بعدالة، ما دعمش حزب وسيب بقية الأحزاب. بمعنى إن أقول إن اللي يدخل له نائب في البرلمان له مثلا 1,000,000 جنيه، لو دخل له 100 نائب يبقى الدولة بتدعم ب 100 مليون جنيه، يبقى في معيار أساسي للدعم، بس معيار عادل. لا تتعامل الدولة كما يحدث في بعض الدول ويمكن يحدث في مصر مع حزب على أنها تدلله وتترك بقية الأحزاب. الجزء الثاني بتقول إن النخبة السياسية في مصر بتشيطن الأحزاب. آه طبعا النخبة السياسية في مصر تجيد الحديث لكن لا تجيد الفعل. الأحزاب السياسية زي حزب الوفد، واخد بال حضرتك، النهاردة بيكمل 100 سنة، أقدم من حزب المؤتمر الهندي والشيوع الصيني. حزب الوفد مثلا هي بتقول عايزة حزب عمال وحزب، لا، حزب الوفد عنده العمال وعنده أصحاب المصانع، عنده الفلاح وعنده صاحب الأرض، عنده الموظف وعنده رئيس مجلس الإدارة، لكن ما عندهش المثقف والجاهل، عنده المثقف. حزب الوفد حزب يجمع ما بين الطبقات. حزب الوفد الممارسة السياسية فيه موجودة، لكن الأهم عند الوفديين أنه عقيدة وليس ممارسة سياسية فقط. حزب الوفد يمكن أكثر الأحزاب السياسية في مصر. أنا هرجع لحضرتك، بالتأكيد ما حدش بيبخس حزب الوفد قدره، لكن من منطلق الثقل مطلوب كمان يكون الإسهام في الحياة السياسية حاليا، ويقوم بدوره كمان في إرشاد وترشيد الأحزاب. بالعكس يا فندم، احنا بنطالب الدولة تساعد الأحزاب على الإسهام في الحياة السياسية. أنا هرجع لحضرتك مرة ثانية، لكن هتواصل فرصة قبل ما ينقطع الاتصال مع دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور طارق. أهلا بحضرتك. كنا بنتكلم عن إعادة ترتيب الحياة الحزبية في مصر، وكان معانا من دقائق قليلة جدا سيادة المستشارة تهاني الجبالي، ربطت الحقيقة بين الحياة الحزبية وربطت بين المسار السياسي، وكلمت عن الدروس المستفادة وأهمية تعديل المسارات السياسية بما يحقق المشاركة المتوازنة. رأي حضرتك إيه دكتور؟ هو طبعا بالتأكيد ما أشارت إليه سيادة المستشارة يفهم في سياقه، لكن بطبيعة الحال الحلول النظرية جيدة ونستطيع أن نتحدث فيها طويلا بالنسبة لبناء منظومة حزبية جديدة وصحية في مصر. كل الأمراض المتعلقة بالحياة السياسية والحزبية في مصر معلومة منذ سنوات طويلة ومنذ سنوات ما بعد الثورة الأولى والثانية، وبناء عليه تشخيص سهل إن إحنا مشخصين هذا الواقع الحزبي اللي هو بيعاني من خلل بنيوي المتعلق بمنظومة الحياة الحزبية في مصر، سواء كانت من حيث شخصنة الأحزاب ومشكلة التمويل وغياب الرؤى والبرامج وغيرها من الحلول. طبعا النظريه شيء والواقع شيء اخر. لم يحدث حراك حزبي داخل الاحزاب السياسيه في مصر لاسباب كثيره متعلقه بآله المناخ السياسي في مصر. ليس صحيح وليس مطلوب من الدوله ان تتدخل في ترتيب الحال الحزبيه في مصر، هذا شيء غريب ومثير ولا اي شيء في اي نظام سياسي في الدوله. مفهوم الدوله الابويه غير وارد في الحاله المصريه، وبناء عليه المطالبه بانه تتدخل الدوله وترتب وتعقد وترتب لقاءات وتنظم وتمول، هذا مفهوم دوله ابويه لا علاقه له بالاحزاب السياسيه في مصر، مع التاكيد ان دور الدوله هو انها تعمل على افتاح المجال للنشاط الحزبي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق دعوه كريمه منذ سنوات بإما أن تندمج الأحزاب أو تأتلف أو تتحد ذات الرؤى والبرامج المختلفة، وطبعا يبقى فيه توسط في هذه الرؤية. وأنا أعتقد أنه كانت الدعوة الكريمة من الرئيس في وقتها
قابله لانها تنفذ. وطبعا المجهودات الاخيره يعني لحزب الوفد جيده في هذا السياق لاعتبارات عديده. الوفد هو الوفد بتاريخه كبير قادر ان يقوم بهذا. لكن في رأي حضرتك ايه موطن الخلل يا دكتور طارق؟ يعني حتى موطن يمكن عليه مرتبط بانه الاحزاب لم تطور برامجها منذ ثوره 25 يناير وما تلاها، لم تطور برامجها، لم يحدث فيها حراك سياسي، افتقدت الرؤيه الجماهيريه، افتقدت الحضور الكبير في الشارع برغم كل الانشطه اللي البعض بيتحدث فيها، لان هي انشطه ربما تتم في اطر معينه. موضوع المقرات وموضوع البرامج والتواجد الجماهيري والأنشطة تحتاج لمراجعة. الحل التقديري أنه لا يمنح حزب بصورة دائمة أو تصريح دائم. ما فيش في أي نظام سياسي في العالم أن الحزب بيمنح تيك على بياض بممارسة العمل السياسي. الحزب الذي لا يمثل في مجلس النيابي يمنح درجة الثقة أو نسبة الحسم. بعض الأنظمة بتمنحها من 1-3%. إذا لم يمثل فيعاد تقديم الحزب مرة أخرى لأوراق اعتماد ويقدم برنامج جديد ويدخل الحياة الحزبية مرة أخرى. لكن لديك عشرات الأحزاب، القضية مش كم لا تؤدي دورها، وبالتالي الحديث عن التعددية هنا مرتبط بأمرين. الأمر الأول هو نسبة تمثيلها في المجالس النيابية وحضورها ورؤيتها الجماهيرية بطبيعة الحال. وأنا أعتقد أنه إذا كان لدينا مجموعة أحزاب، يعني القضية ليست في الكم 4 أو 5 أحزاب بالضبط، يعني هنا هتبني حياة حزبية أي يحدث فيها نوع من الحراك السياسي، يعني تطوير البرامج الحزبية، الكوادر الحزبية، لأنه طبعا موضوع التنشئة السياسية يعني يحتاج إلى مراجعة. الأحزاب في مصر لا تزال في مرحلة حضانة سياسية برغم ظهور يعني ثورتين. كان من المفترض ان الاحزاب النهارده يكون لها حضور جماهيري وشعبي. وطبعا احنا هنواجه مأزق كبير ربما لا ينتبه اليه البعض، احنا قدام انتخابات مجلس النواب وقبلها طبعا انتخابات المحليات، فكيف نتحدث عن تطبيق طبعا الحاجة. طبعا دي مساله مهمه جدا لحضرتك بتشير ليها يا دكتور. استحقاق المحليات واستحقاق طبعا يعني احنا كمان مش هنقول مأزق، نقول اختبار صعب ونحاول ان احنا نسلح انفسنا من الان. انا بشكر حضرتك. وهناك فرصه ذهبيه بالتاكيد، يعني المجهود الكبير اللي بيعمله حزب الوفد في هذا التوقيت نتمنى يعني يستمر وينفع، لانه ده هيبقى هو ده المسار الصحيح وده دور حزب الوفد بطبيعه الحال. أعتقد ده مهم جدا. وموضوع بقى التمويل يحتاج إلى مراجعة، لكن لسنا في حاجة إن الدولة تدعو لمؤتمر وطني للأحزاب أو حوار وطني، يعني برجاء أن نخرج من إطار مفهوم الدولة الأبوية لرعاية هذه الأنشطة. الأحزاب وجدت بأي نظام سياسي لكي تكون على الطرف الآخر من المعادلة السياسية وليس العكس، أن الدولة تتبنى هذا وتوفر. تمام، وصلت الفكرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرجع لحضراتكم مرة تانية. يعني أستاذ محمد، الحقيقة دكتور طارق شدد على كذا نقطة مهمين جدا، وكان في توصيف لافت لي لما قال أن للأسف يعني في كثير من الأحزاب تبقى في مرحلة الحضانة السياسية، وده معناه أن احنا في أمس الحاجة أن يكون في استرشاد بالتجارب السابقة ويكون في تكاتف مع هذه الأحزاب عشان تقدر تقف على رجليها، لكن في نفس الوقت بيستبعد أن الدولة تقوم بدور في هذا الإطار، وأن يجب أن الأحزاب نفسها هي اللي تطور نفسها سواء على حدة أو في إطار منظومي مع باقي الأحزاب الأخرى اللي موجودة على الساحة السياسية المصرية حاليا. أنا متفق جدا الحقيقة مع بعض اللي قالوا، وخصوصا أن المسمى بتاع الدولة الأبوية أو الرعاية الأبوية للدولة للأحزاب السياسية هذا أمر مرفوض. ولكن أعتقد أن التعبير اللي قاله العدالة اللي قاله الدكتور ياسر في عدالة الدولة في التعامل مع الأحزاب، وأن ما يكونش هناك حزب مدلل على حساب باقي الأحزاب، يجب أن يضع في الاعتبار. ده رقم واحد. نمرة اتنين، كان لي تساؤل كنت عايز أسأل الدكتور طارق، ما هو معنى تطوير البرامج؟ هل اختلف الأمر في خلال ال3 سنوات أو ال4 سنوات الماضية عن الآن الحالة السياسية وحالة الوطن؟ يعني نحن أنشأنا حزب بعد أحداث 2013، ثورة يونيو 2013، ونحن نسير على نفس هذا المنوال وهذا المنهاج، وهو محاربة الإرهاب والعمل للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. إذن أعتقد أن احنا البرامج اللي أنشأنا عليها والأهداف اللي بنسعى لتحقيقها ما زالت قائمة،
وبالتالي اعتقد ان كلمه تطوير البرامج انا شايف ان لسه وقت كبير قوي. كان المفترض كمان ان احنا اراجع الدكتوره تهاني في ان هي بتتكلم على ان يكون في وجود لحزب عمال وحزب فلاحين، واعتقد ان الدستور يعني بيمنع وجود احزاب فئويه او طائفيه. فيعني انا يعني بس هو دي النقط اللي لفتت انتباهي في المداخله بتاعت سعاده المستشاره تهاني. نمره اتنين، ان كنت اتمنى ان الدكتور طارق وهو بيوصف والحل والمشكله اللي حضرتك بتقولي عليها يقول يعني ايه تطوير البرامج وتطوير الحياه الحزبيه السياسيه. طيب اذا كان عندنا بعض الاحزاب لها نشاط وموجود على الارض، اذا كان لدينا احزاب لها نواب وموجوده بكثره وتمارس مهامها وبتقدم مشروعات قوانين وبتناقش مشروعات القوانين، اذا كان لدينا احزاب لها حزب لديه مقرات في 195 مركز ومدينه، إذا كان لدينا أنشطة تتعلق بالمواطن في أسوان نعمل له طريق، في البرولوس بنعمل له مشكلة عشان الهجرة. إذا الحزب بيتفاعل من خلال نوابه مع مشاكل المواطن وبيقدم رؤية. لكن أنا أعتقد إن إحنا بقينا دلوقتي بنستسهل كثيرا المهاجمة وبنستسهل الكلام النظري والحلول النظرية دون أن يعني برضو يعني في أصوات بتتعالى أن يكون في تنشئة سياسية، ودي من الحاجات اللي دكتور طارق حط إيده عليها أن هي فكرة تنشئة سياسية غائبة. يعني اسمع يعني من فضلك، بس إحنا عندنا أمانة الشباب في حزب حماة الوطن في مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ في 2016 من اقترح تقدم باقتراح للسيد رئيس الجمهورية، هو أمين شباب حزب حماة الوطن كويس، على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب وإعداد كوادر ليتولوا المناصب. وبالتالي بعدها المؤتمر الثاني أعلن السيد رئيس الجمهورية على إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب. هذا المقترح تقدم به أمين شباب حزب حماة الوطن في مؤتمر الشباب الأول، وهذا مثبت كويس. نمرة اتنين، انا بقول لحضرتك ان احنا عندنا برامج تدريب وتأهيل على مدار الساعة في كل امانات المحافظات لتدريب الشباب واعداد كوادر منهم. يمكن المتابع بيكون متطلع ان هو يسمع ان اوجدنا علاج لمشكلة كذا، عملنا كذا، يعني هي برضو هي يعني الفكره برضو يا فندم. اسمحي لي، وهي الحقيقه مش بنتكلم على حزب على حده، هي الفكره برضو ان احنا ليه ما بنتكلمش على قائمين على احزاب؟ طيب ما بنتكلمش كل حزب على حده عمل ايه؟ طيب يعني اسمحي لي انا بس عشان نفتح المجال قبل ما الوقت يخلص. اتفضل. الدوله ما بتعملش عداله مع الاحزاب، وسيادتك مش عامله عداله في توزيع الوقت. ما برضو الدوله ما بتعملش عداله، دي ممكن تكون هي مدفوعه بكده لان هي ما شافتش. طب وسيادتك ما بتعملش عداله في توزيع الوقت. اتفضل حضرتك وانا مع حضرتك. اتفضلي اسالي وانا جاوب. اتفضل. يعني نفس الكلام الحقيقه كنا بنعلق على الكلام وعلى وجهات النظر، الكلام الدكتور طارق قاله، الكلام اللي سياده المستشاره تهاني قالته، الحديث ان ما فيش تنشئه سياسيه كما ينبغي ان يكون، مرحله الحضانه السياسيه اللي اتكلمنا فيها، في كمان الحقيقه الرؤيه الجماهيريه المفتقر اليها في هذه المرحله دي في ثمره. هي الدوله بتبقى حضرتك عايزه الاحزاب ليه؟ عايزه الاحزاب عشان يبقى في حياه سياسيه، لان لا يجوز ان تقوم حياه اقتصاديه او مدنيه فقط، لابد ان تقوم من هناك حياه سياسيه. الحياه السياسيه بتقوم على الاحزاب والتعدديه الحزبيه، بيبقى في نظام حكم موجود وفي معارضه موجوده، لان المعارضه جزء لا يتجزا من النظام، بل العكس، ان النظام القوي يفضل ان تكون عنده معارضه قويه، بل النظام القوي لا يقوى ولا يستمر الا بمعارضه قويه تضيء له الطريق. معارضه قويه موضوعيه ووطنيه، وطنيه ان تكون من ارضيه وطنيه ليس لها اجنده خارجيه، وموضوعيه ان تهاجم عندما يكون الهجوم صحيح او عندما تخطا الدوله، وان تقول للدوله اصبتي عندما الدوله تصيب. وده الخط السياسي الجديد اللي ماشي فيه حزب الوفد بعد فوز السيد المستشار بهاء ابو شقه برئاسه حزب الوفد. والدور الاساسي للاحزاب المعارضه التي لا تنتظر الغنائم بل تقدم النصائح وعندها استعداد ان تتحمل جزء من المهام في سبيل اعطائها الراي والراي الاخر. يبقى لما يبقى في انظمه سياسيه بيبقى في تعدديه حزبيه، بيبقى فيه معارضه، ده النظام الاساسي. اما التطور اللي بيتكلم عنه الدكتور، تطور البرامج، هو بيتكلم عن مرحله متقدمه لم تصل مصر اليها بعد. ده في البلاد اللي فيها احزاب مستقره، اللي فيها نظام حكم مستقر. احنا عندنا ثورتين في كام سنه؟ ثلاث سنين، 2011 و2013،
قمنا بثورتين، ثورة يناير ودي بتعتبر عودة الروح للشعب المصري بعد أن ظن الجميع أنه قد انتهى، وثورة 30 يونيو الذي اعتبرها عودة الوعي للشعب المصري بعد أن خطف الإخوان ثورة. لما تخطينا مرحلة سطوة الحزب الواحد من سنوات، إيه اللي تغير في أداء الأحزاب من وجهة نظر حضرتك؟ كيف استثمرت إيجابا عودة الأمور ولو بشكل نسبي إلى النصاب المتوازي المفروض تكون عليه؟ الثورتين غيروا الأول في الممارسة السياسية. يعني قبل ثورة يناير لم يكن الشباب مهتما على الإطلاق، واخد بال حضرتك، بالحياة السياسية، ولم تكن المرأة تخرج لممارسة الحياة السياسية. بعد الثورتين أصبحت المرأة عامل فاعل، هي السبب في نجاح الرئيس السيسي. يعني بس على الأداء الحزبي وأصبحت دكتور. الأداء الحزبي نفسه. ما المرأة جزء دي. من الأداء يعني الحزبي. يعني لو حضرتك متذكر كلام دكتور طارق، معلش في جزئية مهمة. دكتور طارق عول على حزب الوفد في أكتر من كلمة، لو حضرتك تابعت كلمته، وقال إن هو اللي ليه فرصة أكبر إنه فعلا يصلح الكثير من الأمور استثمارا بالباع. أنت حضرتك مش سايبة حزب الوفد يتكلم. متفضل يا فندم. انا بتقاطع كتير جدا في الاول وفي النص. ده شق يا فندم تاني في السؤال ده، غير توزيع الوقت ما كانش مظبوط وبتقاطع كتير في الاسئله. الممارسه الحزبيه بقول فكره ما انتش عايزه تخليني اوصل الفكره يا فندم. احنا دلوقتي بنتكلم، حضرتك قول اللي انت عايزه، بس احنا في الجزئيه المهمه. يعني بقول اللي انا عايزه في نص الكلام بتقطع الكلام. الجزئيه المهمه جدا يا دكتور، الجزئيه المهمه جدا هي فكره الاداء الحزبي نفسه. ايه المجال اللي المفروض يبقى مفسوح ليه حتى يستطيع ان يؤدي في الحياه السياسيه بشكل افضل؟ يعني بيقول لحضرتك المراه عامل رئيسي في نجاح الرئيس السيسي، المرأة عامل رئيسي في نجاح الدستور، المرأة في حزب الوفد عندنا لجنة نوعية للمرأة وعندنا اتحاد المرأة الوفدية. ما هو ده العمل الحزبي، وانا بربطهولك بالعمل الجماهيري اللي بيحصل. حضرتك بتقطع الكلام في نص الكلام. اتفضل يا فندم. انا سايب حضرتك. عندنا في الشباب عندنا لجنه نوعيه للشباب وعندنا اتحاد شباب، واخد بال حضرتك؟ فكل الاحزاب، وما فيها حزب الوفد صفته اقدم الاحزاب، عنده مؤسسات. حزب الوفد عندنا قائم على المؤسسات وعلى فكره ان لابد ان العمل يكون مؤسسي وفي اداره مؤسسيه، وحزب الوفد بيجدد اتجاهاته في نفسه وبيطور برامجه من الداخل وبيطور أدائه من الداخل. عندنا تطوير معماري، عندنا خط سياسي جديد، عندنا مقرات بقت بالعشرات افتتحت في 6 أشهر الأخيرة، عندنا آلاف العضويات التي انضم إليها المصريين، لأن حزب الوفد حزب اللي أنشأه الشعب، عشان كده اسمه بيت الأمة، لأن هو الشعب اللي أنشأه. حزب طلع من تحت لفوق، حزب لم يطلع ولم يصدر ولم يؤسس بقرار. الحزب الذي يؤسس بقرار ينتهي ويقول بقرار، واخد بال حضرتك؟ فالحياة السياسية في مصر إذا كانت تقوم على التعددية الحزبية، اللي يجب على الدولة أن تعطي هامش من الحرية لهذه الأحزاب، واخد بال حضرتك؟ لازم تعطي دعم لهذه الأحزاب. أما نظرية التطور أو الدولة الأبوية لا تنطبق على مصر، لأن مصر لها ظروفها ودولة بيسموها من دول العالم الثالث. دكتور طالب اتكلم على نظريات أنه أستاذ قانون في اقتصاد وعلوم سياسية زي ما أنا اقتصاد دستوري، فعندنا النظريات، النظريات اللي هو بيقولها لا تندرج مع الواقع، لابد النظرية تبقى داخل الواقع المصري وتنطبق وتتلائم مع هذا الواقع ولا تتنافر معه. وبالتالي احنا بنقول للدولة يجب ان تترك هامش للأحزاب، يجب للدولة ان تدعم الأحزاب وليس دعم مادي او دعم أبوي، لا، دعم وفقا لقواعد وفقا لعدالة ما بين كل الأحزاب وتتساوى فيها كل الأحزاب. احنا مش جايين النهاردة نقول ان احنا عملنا الحزب الفلاني عمل مؤتمرات للسيد الرئيس في امبابة وفي البحيرة وفي امير، ده كلام لا يليق، واخد بال حضرتك؟ لان السيد الرئيس المفروض ان هو وفقا لاي نظام سياسي يبقى له حزب يعمل له هذه البرامج، وان كان ليس له نظام سياسي او حزب سياسي كما الحالة في مصر، كان الشعب المصري كله بيفعل هذه المؤتمرات من تلقاء نفسه اقتناعا منه بالسيد الرئيس. السيد الرئيس اللي قال ايه؟ السيد الرئيس لم يقل انه البطل بل قال الشعب هو البطل. السيد الرئيس لم يقل انه فعل بل قال الشعب فعل. لم يقل انه انجز بل قال الشعب انجز. السيد الرئيس الذي لم يطلب من الشعب ان يصفق له بل السيد الرئيس طلب من رئيس الوزراء والوزراء ان يقفوا ويثقفوا لهذا الشعب. اذا حضرتك حددت شكل الدعم اللي منتظر من الدوله حتى لا يساء فهمه. يعني احنا الحقيقه يعني خلفنا المعهود وزودنا كمان في الفقره عشان ظلمتيني دلوقتي. عشان حضرتك انا عوضت حضرتك اهو. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، شرفتنا يا دكتور. عفوا. وشرفتنا الاستاذ محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماه الوطن، جزيل الشكر لك. شكرا. انتهى لقائنا مع حضراتكم، وبالتأكيد متابعتنا تتواصل معاكم بعد قليل ساعة إخبارية شاملة على شاشة قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء، تصبحوا على ألف خير.